Hello. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. من فضلك اضبط إعداد الشاشة. شكراً. حدد ملفك التعريفي. دلوقتي أنت مستعد لديترويت. افتكر، دي مش مجرد قصة، ده مستقبلنا. تمام يا أستاذ. ما تقدرش ما تقدرش تعمل ده. انت ليه ما تبعتش إكسس بجد؟ كابتن أليك، اسمي كونر، أنا الأندرويد اللي بعتها سايبر لايف. بيضرب نار على أي حاجة بتتحرك، وقتل اتنين من رجالتي. يضرب بسهولة بس هم على طرف البلكونة. لو وقع هتقع معاه. أنت تعرف اسمه؟ بصراحة أنا معرفش، هو ده مهم؟ محتاج معلومات علشان أحدد أفضل طريقة للتعامل. هل واجه صدمة انفعالية خلال الفترة الأخيرة؟ اسمع، إنقاذ البنت دي هو الأهم. إما تتعامل مع الأندرويد القذر فوراً يا إما هتولى نعم.
مني وإلا هنط. لا أرجوك أنا بتوسل إليك. دانيال. ازاي؟ اسمي كونر. ازاي عرفت اسمي؟ انا عارف حاجات كتير عنك. انا جاي عشان اخرجك من هنا. عارف انك غضبان يا دانيال، بس لازم تثق فيا وتسيبني أساعد. مش محتاج مساعدة، محدش يقدر يساعدني. أنا كل اللي عايزه إن كل ده يخلص. عايز كل ده يخلص. أنا عارف إنك كنت قريب من إيما. أنت فاكر إنها خانتك، لكنها ما عملتش كده. كذبت عليا، افتكرتها بتحبني، بس كنت غلط. هي زي كل البشر تماما. دانيال لا، مفيش مخرج يا دانيال. اللي عملته خطير جدا، والسؤال دلوقتي لو تموت حد تاني بريء. القرار مش بتاعك، انا صاحب القرار. لو انا مت هتموت معايا، سمعني؟ فاكر انهم هيبدلوك عشان كده اتضايقت، مش ده اللي حصل صح؟ افتكرتني فرد من العيلة، افتكرتني مهم، بس كنت مجرد لعبة آلة يخلصوا منها لما يزهقوا. مش قادر استحمل الإزعاج أكتر من كده. قول للهليكوبتر تبعد عن هنا. عملت اللي انت طلبته. انا فرصتك الاخيره يا دانيال. لو ضيعت الفرصه دي هيموتوك. سيب الرهينه تمشي، ما عندكش حل تاني. انا عايز الكل يمشي، وعايز عربيه، واول ما اخرج من المدينه هسيبها. ده مستحيل يا دانيال. سيب البنت تمشي، واوعدك ان انت مش هتتأذي. مش عايز اموت. انت مش هتموت، احنا بس هنتكلم. مفيش حاجة هتحصل لك، انا وعدتك. تمام، انا واثق فيك. كدبت عليا يا كونر، انت كدبت عليا. Thank you.
كمان تعتبر أفضل مساعدة منزلية. بتطبخ 10,000 طبق. يلا يا زوي هنمشي. اللغة والأكس وبتهتم بالواجبات المنزلية من ابتدائي للمرحلة الجامعية. انت قلت بكام؟ وعلى فكرة احنا دلوقتي عارضين المجموعة بشكل خاص ب$7,999 من غير فوائد ولمدة 48 شهر وضمان على قطع اللي يقدر يعمل كل الأعمال المنزلية، نقاشة، سباكة، زراعة ونجارة كمان بالليل. وبالليل بقى بيقدر يتحول لوضع المهم. يلا بينا نخلص إجراءات البيع. آسف الثمن تمنه عالي بس هيعمل كتير. انا مش عاجبني البياع ده. اهي قعدة تشغيلها كانت صعبة جدا، حالتها كانت سيئة. هو ايه اللي حصل كمان مرة؟ عربية خبطتها، حادثة غبية. فهمت. على كل بقت كويسة دلوقتي، بس ساعدنا زبطها يعني اضطرينا نشيل الذاكرة. اتمنى ما تمنعش. مش مشكلة. تمام. اخترت لها اسم؟ بنتي اختارتها. BX400 سجلي اسمك. كارا. انا اسمي كارا.
تم التحقق من الهوية. رقم طلبك 847، ثمنه 64 دولار. من فضلك أكد الدفع. الدفع اتأكد. لقد تم التحويل. Okay.
عندنا عائلات ناكلها والاندرويد بياخدوا من... رايح على فين يا حقير؟ بجد؟ شباب بصوا هنا، واحد من الزبالة دول. بصوا للقذر ده، انت سرقت شغلنا بس مش قادر تدافع عن نفسك. انا هضرب ضرب غبي. ايوه خربوها دلوقتي. تمام كده كفايه، لازم تسيبه. يلا بينا نعلمه درس. لو بوظته هتدفع ثمنه. هياخدوا شغلك بعد كده. هتاخد اللي تستاهله. تمام يلا اتحركوا. لما بعدتي لمدة أسبوعين البيت بقى فوضى. أنت بتعملي شغل البيت، الغسيل، الأكل، وبتهتمي. إيه القرف ده؟ راحت فين البنت دلوقتي؟ أليس! أليس! لقيتك. دي أليس، اهتمي بيها وبواجباتها وكل شيء. فهمتي؟ أيوة يا تود. ابدأي هنا وبعدين كملي فوق. التلفزيون اشتغل. ايه؟ يمكن ده يعتمد عليك. تمام ماشي، ممكن اجيبها. هجيبها بكرة. نفس المكان.
ايه القرف ده؟ ابعدي حالا عن طريقي. انا اسفه يا طارق، مش هتتكرر تاني. بتبصي على ايه؟ يلا اخرجي من هنا. اتفضلي اخرجي من هنا. هرجع للشغل. مزعجة فعلا، مزعجة. كارا! أيوة يا توب. هاتيلي بيرة حالا. يا خبر، انا عملت شغل كويس هنا، هطلع الدور اللي فوق. اعملي اللي بتعمليه بس ما تزعجنيش. والآن مع الأخبار الرياضية. أولاً كرة السلة، يستعد فريق جيرز لمباراته الحاسمة مع دنفر الليلة في ملعب سايبر لايف بديترويت. لا تزال المفاوضات مستمرة فيما يتعلق. الإحصائيات بتقول إن في أكتوبر خسر. ألقت الرئيس وارين خطاباً في حفل افتتاح مصر.
خلي بالك. أنا عاوزة أرتب أوضتك، أنا محتاجة دقيقتين، ممكن يا أليس؟ أليس في بلاد العجائب بالتأكيد. أنا عارفة إني كنت عايشة هنا بس مسحوا ذاكرتي. أعتقد ممكن تساعديني أفهم حالتي أو تقدمي لي نصيحة مثلاً. باباكي قال لي إنك اخترتي اسمي كارا، اسم جميل، اخترتيه إزاي؟ كلميني عن نفسك، بتحبي تعملي إيه؟ بتروحي فين؟ أكلك المفضل؟ ده هيساعدني جدا. ايه اخبار مامتك؟ هترجع البيت قريب؟
بتعملي ايه؟ انا بلعب. بتلعبي؟ انا عارف تفكيرك، فاكره ابوكي حقير. ها؟ فاشل حقير؟ ولا بيشتغل ولا بيحمي عيلته؟ هو انت مش شايفه ان انا حاولت انجح؟ ومع ذلك بيجي حد بعد كده ويبوظ لي كل ده. انا عارف رايك فيا، انت بتكرهيني، بتكرهيني مش كده؟ قوليها، بتكرهيني. يا ربي انا بعمل ايه؟ لا اسف يا حبيبتي، انا اسف، انا اسف. عارفه اني بحبك مش كده؟ عارفه ده.